بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجوع. الحديث الذي قبله قال رسول الله: حد يقام في الأرض. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. حد يقام في الأرض، الجملة ما انتهت، إن حد مبتدأ ويقام في الأرض صفر الحد. أين الخبر؟ خير من أن تمطروا 40 صباحا. هنا جملتان. الحد كما سبق أن ذكرنا بعضا من معنى الحد، ليس كما يقول، ليس كما يعنيه الفقهاء. عندهم الحدود هي السبعة: الردة وحدها القتل، وشرب الخمر حده الجلد، والزنا إما الرجم والجلد، والقذف جلد، والقتل قصاص أو حد. ذكروا هذه فجعلوها محصورة في الدماء والاعتداء، أما لغة القرآن فغير ذلك. الحد في لغة القرآن أمر الله جعل له حدود، والنهي جعل له حدود. الله عز وجل لما ذكر المواريث وذكر أن وأمر الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبين ما يجب للبنات والأبناء وما يجب للوالدين والأم وجود الأبناء أو عدمهم. ثم قال سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم. فلما فرغ من بيان الأموال التي يستحقها الورثة قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده. الحدود في لغة القرآن
بمعنى فرائض الله ونواهيه. فإذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني به الحج الذي نزل بلغة القرآن لا بعرف الفقهاء، عرفنا هذا؟ هكذا في جميع كتاب الله يبين الله. قال لما ذكر عن المطلقة الرجعية قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. الطلاق والرجعة والخلع والميراث وحقوق الجار وبر الوالدين كلها حدود. إذا علم ذلك إذن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض لا تجعلها محصورة في قطع يد السارق وجلد الشارب المسكر ورجم الزاني المحصن؟ لا، حدود الله جميع أوامره ونواهيه، ويدخل فيه ما اصطلح عليه أهل الفقه. علمت هذا؟ فإذا قال حد يقام في الأرض يعني يطاع الله عز وجل فيما أمر به فينفذ المعتدي على أرض أخيه، فيقام الحد عليه بأنه ينزع منه الظلم ويعاد الحق إلى المظلوم. فإذا انتهك عرض جار بقذف أو غيره من أذى فالحاكم ينصفه، وإذا وجد غش في التجارات هنا يقول صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض. معنى إيه يا عبد الله؟ يعني تنفيذ أمر الله عز وجل فيما أمر، وتنفيذ أمر الله فيما نهى. فإذا كان كذلك فما كان من فساد في الأرض، الفساد في الأرض عن العمل بغير طاعة الله. ومعنى الفساد في الأرض أنه يسد الطرقات ولا يؤذي. الفساد في الأرض يعني إذا عمل بغير طاعة الله، وإذا جاء أنهم يفسدون في الأرض أو الله لا أو أن الله لا يحب الفساد، أي أنهم يعملون بغير طاعة الله. فإذا قال ذلك صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. المطر فيه رحمة للأمة، فإذا سال وكثر إتيانه من قبل الرب عز وجل على العباد رحمة من رحمة الله، كلما كثر انهمار المطر على الأرض ارتوت وكثر الخصب ورخصت الأشياء وانتعش الناس، الناس يفرحون بذلك. دعك من أقوام يتشائمون من السحب، هؤلاء في قلوبهم نوع من مرض ما أدركوا أن رحمة الله ورزقه من السماء إحدى البركات التي تفتح على الأمة. السائل يسأل يقول علمنا الحديث وما ظهر لنا تمام المعنى، لما كان إقامة شرع من شرع الله أفضل من هذه؟ لأن طاعة الله عز وجل وامتثال أمره اجتناب المنهي عنه وعمل الأوامر يتولد وينتج عن ذلك خير كثير، ينصر المسلمون ويرزقون وتوسع لهم سبل العيش وينصرون، يذهب عنهم الخوف، رزق ونصر هذان مقرونان بالطاعة. فإذا وجدت الطاعة كان ذلك، فإن عدمت الطاعة وكثرت المعاصي قل الرزق والبركة وانتشر حينئذ سعار الناس في طلب ما يقيتهم
قد يكون معهم لكن الغنى غنى النفس، فيلهفون وراء الدنيا، فيحصل من ذلك نوع من اصطدام ووضع من وحشة، وشرود الناس في طلب مقتنيات ما يرغبون فيه. هذا شؤم المعصية. ولذلك لما قال سبحانه: ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني القرآن وغيره، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني جاءت خيرات السماء وأخرجت الأرض بركاتها، لو ما فعلوا ذلك ما أقام التوراة، بمعنى أنه عمل بما فيها ومقتضاها وأظهرها للناس عملا وعلما، كما تقول أقام الصلاة، قامت السوق، يعني انتشرت الحركة بيعا وشراء، قامت الصلاة، حافظوا عليها وأظهروها بسننها وشرائطها، أقاموا الإنجيل والتوراة وما أنزل الله، بمعنى عملوا بما فيه وأظهروه. هذا منطوق الآية، لو فعلوا ذلك لحصل لهم ذلك من الخيرات وفتح البركات. ما الذي تفهم من مفهوم الآية؟ أنه لو لم يحصل ذلك لقلت البركات ومنع الله القطر وانتشرت واشتدت حاجات الناس وحصل ما حصل من سعار في طلب الدنيا. هذه مثل قوله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا يعني ما عملوا بما اقتضى بما أمر الله بعمله، فكان من ذلك أن الله أخذهم بهذا العمل، فمنع سبحانه خيراته وبركاته على المذنبين. إذا رأيت هذا، هذه سنة الله في خلقه، وهكذا جاء فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاصي تمنع الرزق وتسبب ضيق العيش. إذا علمت هذا يا عبد الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض، يعني عمل بطاعة الله وإيقاف المنكر ومنعه، ما الذي يستتب عن ذلك؟ ما الذي يحصل لو فعل ذلك؟ حصلت الخيرات كما نطق الله عز وجل في كتابه وكما أشارت إليه السنة، معناته القيام بأمر الله مما يوسع الله على عباده من الطيبات والخير، وبقدر ما يتركون من أمر الله ويعصونه يحصل ما يحصل من الضيق والعيش. إذا فهمت هذا يا عبد الله، ستعلم حينئذ معنى الخبر. الخبر في قوله صلى الله عليه وسلم: خير من أن تمطروا 40 صباحا. إذا كان الحد إقامته أفضل من 40 صباحا، لئلا يقول إنسان لما خص صلى الله عليه حصر صلى الله عليه وسلم الخيرية في المطر في الإمطار، لم يقل صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير لكم من حمر النعم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض يأتيكم فضل الله، إنما قال: خير من أن تمطروا 40 صباحا، لأن المطر فيه عاشة الناس. والذي يمنع المطر هي معاصي الناس
وما يكون منهم من آثام ومعاصي. علمنا هذه الجملة حد يقام في الأرض، هي الحدود لا تقام إلا في الأرض، إنما المراد بها يا عبد الله أن حدود الله تخص المكلفين، لأن المكلفين هم الذين يعيشون على الأرض. الملائكة ما تعيش، هم معصومون وهم أناس لا يأكلون ولا يشربون، تكاليفهم شيء آخر غير تكاليفهم. الله عز وجل يقول حد يقام في الأرض، هذا اللفظ معناه الخبر، والمراد به الأمر. الخبر أن تخبر شيئا، أن كما تقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. وما أراد أن يخبر، لم يرد صلى الله عليه وسلم مجرد الخبر، إنما أراد الإرشاد والتنبيه، وطلب الناس أن يقتنوا التمر في بيوتهم، لا يستهينون بهذه النعمة. احفظ على التمر واقتنيه واجعله في بيتك. لم يأمر صلى الله عليه وسلم بذلك بصريح اللفظ، لكن يقول بيت خالي من التمر أهله جياع، لأن التمر ليس كل أحد يأوي إلى داره كل ليلة في جميع السنة يجد حاجته من طعام. لا، يأتي الناس، يأتي أحيانا تدخل الدار ما فيها طعام، إما الأهل ذهبوا هنا أو هنا، أو حصل ما يعوقهم من جعل طعام. فإذا وجدت تمرا فإنه يقيم أودك وتجد الشبع. فإذا حد يقام في الأرض أمر بماذا يا عبد الله؟ أمر بإقامة شرع الله. هذا الخبر الذي ظاهره خبر والمطلوب منه أمر، هو موجه للحكام والولاة فقط، وإن كان الباب في باب الولاة وطاعتهم وعدم معصيتهم، لكن معنى الحديث أعم من ذلك. والمخاطب به كل وال، لأن الوالي هو الراعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فحد يقام في الأرض، أي أيها الوالي في الدار في المنزل، مسؤول عن أهلك، أقم فيهم حد الله عز وجل، أقم فيهم حد الله عز وجل. فإنك إن فعلت ستجد الأنس وطيب العيش والهدوء وطاعة الزوجة والولد. من سنن الله عز وجل، من سنن الله التي تجري بين المسلمين، أنا قلت بين المسلمين لأن الله عز في العقوبات، في المصائب، المصائب نوعان: مصائب بمخالفة الأمر والنهي فيعاقب الله عز وجل، ومصائب قدرية كونية، أن الله يجعل آيات بينات. الدنيا فتنة وزينة، ومن زينتها أنها تخلب لب المرء فيسعى في طلبها واقتنائها. الدنيا يا عبد الله أريد إيضاحها، لأن الناس ما يفهموا معنى الدنيا. الدنيا كل متعة تراها، سيارة وامرأة جميلة ولباس يجلب البصر وعمارة فخمة وراحة، كل هذه تعتبر دنيا وهي زينة.
هذه الزينة التي في الدنيا جعلها الله عز وجل لأجل الابتلاء، من يستعملها في طاعة الله ويأخذها على وجهها، ومن لا يستعملها في طاعة الله. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، دل على أن هذا من باب الابتلاء، والابتلاء يعني اختبار، فتنة ومحنة، هذا نوع آخر من الابتلاء، ما هو من باب التكليف. يأمر الله بالشيء ويجعل تنفيذ الأمر واجتناب النهي عند اختيار المكلف، فإن فعل أثابه الله وإن خالف عاقبه الله. هذه الزينة ابتلاء قدري جعلها الله عز وجل ليعلم من يقوم بالأمر ومن لا يقوم بالأمر. كما في الصيد، الحاج ممنوع من أن يصطاد وهو محرم، فإذا أحرم يبتليه الله عز وجل بالصيد، تناله أيديكم ورماحكم يعني قريب منكم، لأجل أن يعلم الله، يعلم الله يعني يتبين له من يطيع ومن لا يطيع. فإذا المصائب التي تجد التي ترد على المرء إما مخالفة لأمر الله وإما مخالفة لسنن الله الكونية فيما أمرك بالصبر والكف، من خالف إحدى هذين لا بد من مصيبة، من يعمل سوءا يجزى به. من اسم شرط وهو من ألفاظ العموم، وقد يكون معناه معنى الصلة أي الذين، وهو شرط. من عمل سوءا أي خرج عن دين الله عن منهج الله وأمره وعمل بمعاصي، لا بد أن يصاب بسوء لا أحد ينجو. فإذا يا عبد الله لا يخلو أحدنا، لذا لما جاءت الآية قال أبو بكر يا رسول الله جاءت القاصمة، يعني اللي قصمت الظهر جعلتنا لا نستطيع المشي، وأينا لم يعمل سوءا، من من البشر معصوم؟ قال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألم تصبك اللأواء؟ ألم تحزن؟ لم يأتك هم ما يصاب بحمى وغيرها؟ قال تلك جزاء ما يحصل للمرء. فإذا قال سبحانه، فإذا قال صلى الله عليه وسلم حد يقام في الأرض، لا تظن أنها خاصة في الوالي في إقامة الحدود، لا، حتى أهل البيت، حتى الراعي، حتى صاحب الشركة ومن تحته عمان، إن كان هناك من لأن كثير من الناس يستقدمون العامل ثم لا يبالون بما يصنع، يغش ويزني، أغلبهم يأتونهم عزابا ويعلم أنه يحصل منه ما يحصل، لا يهمه ذلك، يهمه إنتاج العمل. هذا لم يقم حد الله يا عبد الله. قل إذا أصيبت الشركة بانهيار أو سلط العامل على من أتى به فخانه في أهله وعرضه أو سرق ماله أو وجدت في الدار مصاب في عقله أو قلق في نفسه أو اضطراب، فما أكثر ما نرى وينسبونه إلى السحر والعين وما إلى ذلك، وإنما هو أنه لم يعمل بأمر الله عز وجل في إقامة الحدود. حد يقام في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا، ما أجل هذا الحديث وما أحوط من أخذ به وعمل به، فإنه ينجيه من كوارث كثيرة. اقرأ ما بعده يا عبد الله. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجوع. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، في رواية أحمد وما فوقها، إلا وهو يؤتى يوم القيامة مغلونا يده إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. لا تظن الحديث ده مجرد تنفير من الولاية، إنه وعيده شديد. يا من توليت أمر الناس، هذا خطاب موجه لجميع الرعاة من البيت والمؤسسة والشركة والدائرة والحاكم الأول. يا من وليتم أمر الناس، أمر الناس يعني ما يهمهم، لأن الوالي في البيت يأمر لا تفعل هذا وافعل هذا، أو يرى فيسكت أو أنه ينصح. فلما قال ما من أمير عشرة، لا تظن أنه والي البلد فقط، كل وال تحته رعاة استرعاهم الله لأجل أن يقوم فيهم بأمر الله، فليأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يهلكه الجور. ظاهره تنفير من الولاية، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني يا عبد الله، لا تسعى إليها بنفسك ولا تتطلبها كما نرى نحن يأتي بالوسائط ويسعى ويدرس ويقرأ ويقول ويتكلم لأجل التحسين. ويقول صلى الله عليه وسلم: احذر يا عبد الله، إلا إذا جئت عن غير رغبة وعلمت أنه إن لم تقم بالأمر قام غيرك فاجر ويستغل في ذلك ويعمل ما يعمل. فمن توخى العدل وطلب مرضاة الله ذاك أمر، وإلا الأصل فيه احترس لا تلقي بيدك إلى التهلكة. هذا الحديث ورد عن أبي هريرة وورد عن بريدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. استعمل رجل على الصدقة، إيش معنى استعمل؟ يعني أنه جعله عامل. وما معنى الصدقة؟ أي جمع الزكاة. اذهب فاجمع الزكاة، من الزكاة في الأموال الظاهرة، أصحاب الأغنام والنعم والإبل والبقر وأصحاب النخيل والمزارع. هذه يبعث الوالي المصدق عن المتصدق الذي يجمع هذه الأموال لأجل أن يخرص الزرع ويعد الغنم، والتي تجب فيها الزكاة فإما أن يؤديها إلى ذاك الوالي أو يرجع يسلمها إليهما، لكن يقول يجب عليك كذا. استعمل رجل على الصدقة، ثم بعد أيام وجده، قال: ألم أستعملك؟ قال: نعم. قال: فلما إذن تخلفت؟ ألم تكن طاعة الأمير واجبة؟ قال: بلى. قال: إيش السبب؟ ما الذي خلفك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وال يلي عشرة، يعني من المسلمين، يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه حتى حرف غاية، يعني هذا الظاهر وهذا الوصف قائم به لا ينفك عنه حتى يتبين أنه عادل فيفك عنه أو جائر فيهلك مع الهالكين.
كما أن المقصود من الحديث الأول حد يقام في الأرض ترغيب للناس في إقامة الحدود وأمر لهم بأن يفعلوا ذلك. علمنا معنى الحد في لغة القرآن. هنا يقول: ما من وال يلي عشرة من المسلمين فإنه يأتي يوم القيامة، يعني أيها الوالي قم بالعدل وإلا الأمر خطير. اقرأ ما بعده. الناس تسعى الآن، يسعون سيما فيها الرئاسات، رئيس الدائرة ورئيس القسم، ويرقى ويتنافس عليها ولا يدري ما وراءها من الوعيد. أغلب من يسعى وينشط إنما هو لوجه المكاسب، يرى أن ذاك فيه كسب. والكسب يا عبد الله ليس بالضرورة أن يكون ماديا وعينيا، ليس بالضرورة أن يتولى عشان يعطى دراهم زائدة أو الناس تهدي إليه. لا، المنزلة والمكانة شيء آخر، تسهل له الأمور وتقضى له الحوائج. ما رأيتم مدير مدرسة لما يراجع دائرة من الدوائر ويعلم حق أصحاب الدوائر أن لهم حاجات من هذا المدير يسعون في قضاء حاجته، وهذا طبعا يقتضي أنهم يؤخرون من يستحق التقديم. أنا أضرب مثال واحد، وإلا ما أكثر أصحاب الدوائر الذين لهم كذا، كيف يقضون الناس حاجاتهم؟ فما بالك إذا كان خادم السفير وراعي الأمير وفلان وفلان. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي أمر عشرة يأتي يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه اليوم. وعن بشر بن عصام عن أبيه أنه بعث إليه عمر بن الخطاب ليستعمله على بعض الصدقة فأبى أن يعمل له. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أتي بالوالي فيوقف على جسر جهنم فيأمر الله الجسر فينتفض به انتفاضة يزول كل عظم من مكانه، ثم يأمر الله العظام ترجع إلى أماكنها، ثم يسأله، فإن كان لله مطيعاً أخذ بيده وأعطاه كفلين من رحمته، وإن كان لله عاصياً خرق به الجسر فهوى في جهنم مقدار 70 خريفاً. افعل هذا ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.